فقال عليه الصلاة والسلام أن دعوة سليمان عليه
المقدس. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، أي سليمان عليه السلام، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. أخرجه النسائي وابن ماجه. والرجاء المذكور من الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث متحقق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله، كما استجاب الله لدعوات سليمان فيستجيب الله لرجاء محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ما روي أيضا بأجل هذا الحديث كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي من الحجاز فيدخل فيصلي فيه أي في المسجد الأقصى، ثم يخرج ولا يشرب فيه ماء مبادرة منه لتمحيص نية الصلاة فيه، لتصيب دعوة سليمان، لتصيب ابن عمر وكل من أتى بيت المقدس والمسجد الأقصى. فهنيئا لكم رجاء حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من جاء لمسجد الأقصى لبيت المقدس ونيته فقط من أجل الصلاة فيه، لما يخرج من هذه الصلاة يخرج إن شاء الله كما ولدته أمه من الذنوب. إخوة الإيمان، هناك بعض الملاحظات نريد أن نلفت انتباه المصلين إليها. إخوتنا الذين يفطرون في المسجد الأقصى، فبارك الله في صيامكم، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول للجميع، المحافظة على النظافة. إخوة الإيمان، أيضا إخوة الإيمان، أن يتلو القرآن، لما يتخذ مصحف من القرآن من السدنة أو من الركوب، أرجاء إعادته وعدم وضعه على الأرض بقرب من الطعام أو في الأرض، وذلك في المصحف هو كلام الله، كتاب الله سبحانه وتعالى، فالمحافظ عليه. إخوة الإيمان، أيضا نشدد على النظام، نشدد على أيضا الالتزام بتعاليم النظافة وتعاليم الحراس من أجل المحافظة على المسجد الأقصى. أيضا إخوة الإيمان، النخامة، يعني من يبصق لا تبصق في أي مكان في المسجد، المسجد بجميع أسواره 144 دونم، أي مكان تصلي فيه هو مسجد، في إثم إذا أنت فسحت في هناك مكان للنهايات محرمة معك إخوة الإيمان. فلنزيل كل أذى من المسجد حتى نحافظ على هذا المسجد، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صراط الذين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم
إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Yeah.
الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء فسيحوا بالأرض.
الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم Allah.